جميل فراش الحقوني رح ينعاد لساني. خير ماما جبريل؟ خير بس عمي اللهم اجعله خير. فلا في ناس بالغزانة. هذا انا عم اقول لك في ناس بالغزانة. انا ما عم امزح بالعلامة اخذوا الرغيف والمقص. فراج شوف بلكي في حدا عن جد بالخزانة. مين بدك يكون في بالخزانة يعني؟ شو جنيتي؟ فراج بلكي حرامي. حرامي؟ ولا؟ إذا كنت حرامي طلع. ما طلع، بلكي مو حرامي. طيب إذا كنت مو حرامي كمان طلع. كمان ما طلع. كوثر ناوليني الفرد. فرد المي؟ لا الفرد الفرد. فرد الحام شو بدك فيه هلا؟ لك الفرد الفرد. لك أي فرد؟ ما عنا نحن فرود. لك المسدس. منين إذا صار عنا مسدس؟ عليكي شو حقبة؟ فراش هاك المسدس. شو حياتي شو حقبة؟ ليك المسدس بإيدي فراش. مرت عمي أعطيني مسدس. مخرطش؟ خرطشو. رح خرطشو مرت عمي. ترك ترك خرطشته. ارفع ايدك ولا ارفع ايدك وطلع. ترى انا عالي جوزتين بخرج دغري بقوصة. تفشني وشوف ما اجحشني. فراج بدك توصل للشحاطة. بعتلك حمة شو سطيلي. لك لمين انتي طالعة حمارة ما كنت افهم. فراج افتح باب الخزانة ادحوا كفين وخلصنا. حاضر مرت عمي. اخيلتينا لا في حرامي ولا في حدا. فرج دور منيح بلكي في حدا هون ولا ما دور. ايش سوء الحميدية؟ بعد انت شو صار لك؟ الحمار فهم وما كنتي تفهمي. شو قصدك ولا؟ ما قصدي عنك مرت عمي. يا ماما يعني وين بده يروح؟ لا بده يروح ولا بده يجي. كل الشغلة شغلة منام. لك شلون منام؟ انا حطيت رغيف الخبز والمقص هون قبل ما انام. شوفي امي. لا ها يا حبيبي شو شجاع جبان جبان. شوفي شو صاير. ما في شيء. كان في رجال عند مرت عمي بالخزانه. ولا فراش ما بسمح لك تحكي هيك. هي امي ولا لك انت واحد بطل تحكي. فراش مزبوط عم يحكي. يعني في عندك رجال كان امي؟ لك مو مثل ما فكرت يا دب. كابوس جميل هذا كابوس. لك مو كابوس. لو كان كابوس ما كان راح رغيف الخبز والمقص منهم من تحت المخدة. يا مرت عمي انا قمتن المساء لما كنتوا عم تتفرجوا على المسلسل عيلة خمس نجوم هويت البيت قبل ما ننام. فكرت شي فصل من فصول جميل. يلا يلا امشوا وخلوا ماما ترتاح. الله فرج خرطش مرت عمي خليها. لا لا تطفي خليه شاعر. حاضر ماما.